هلو، أنا رينا أبو حسن، أخصائية شعر ميدل إيست. اليوم جايتنا لولو الجميلة، تبي تعرف شنو يناسب شعرها كتريتمنت أند ستايل. هنشوف. هلو، معاكم لولو الملة. أنا اليوم جاية عند رينا عشان أعرف شنو التريتمنت والبرودكت اللي تناسب شعري، وخلونا نشوف شنو راح يصير إن شاء الله. نوعية شعر لولو ناشف، شوي كيرلي وفريزي، بنفس الوقت تحسون انه ما في حيوية، ما في لمعان. فأحسن مجموعة من كيرستاز اختاره إليكسير التيم، مجموعة اللي تعطي للشعر نعومة، لمعان وأنتي فريز بنفس الوقت. أفضل طريقة تستعملين ماسك إليكسير في البيت كتريتمنت، تأخذين جزء من الماسك تخلطين معه 4-5 بامبس من الأويل، الزيت السيرم، نخلطها مع بعض ونحطها مع الشعر لمدة ربع ساعة وبعدين تغسلينها.